رغم المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر، أبناء محافظة المحويت لم يمنعهم ذلك عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك. إلى التفاصيل. رغم المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصار الجائر، إلا أن الفرحة بعيد الفطر المبارك ارتسمت على وجوه أبناء محافظة المحويت من خلال ممارستهم للعادات والتقاليد التي اعتادوا عليها في مواسم الأعياد الدينية، والتي تجسدت في حياتهم لتصبح أرثا ثقافيا يمارسها اليمنيون في مواسم الأعياد من خلال الزيارات وتبادل التهاني والمعايدة بين مختلف المناطق لتعزيز السلم الاجتماعي وتقوية الروابط الأخوية ونبذ الخلافات داخل المجتمع. الشعب اليمني الجسور ونهنى الجيش واللجان الشعبية كلهم في مواقعهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليهم واليمن في نصر وفي تقدم والعدوان في انحسار إن شاء الله. بالنسبة لعاداتنا وتقاليدنا في مدينة المحويت، من ثاني يوم العيد يتم التجمع واسطة البراء ويتجمع الناس ونقوم بالسلام إلى العزل والقرى، حيث نقوم برقصة البراء وأعطاء الزوامل والرسفات، ويتم استقبالنا من العزلة الذي نحن متجهين إليها. حقيقة العادات والتقاليد تعتبر تراث وتعتبر موروث يعني رائع جدا للشعب اليمني، ومن فوائدها أنها تجمع الإخوة وتؤلف بينهم وتزيل ما هناك من رواسب وشوائب مثلا قد حصلت، عندما يلتقوا ويرزفوا جميعا ويزبلوا جميعا ويتناولوا طعام الصبوح ويتزاوروا ويتبادلوا الزيارة، هذا لا شك فيه أنها توثق عرى الأخوة والوحدة. الرقصات الشعبية والزوامل العيدية كانت حاضرة من خلال ممارسة أبناء محافظة المحيط لهذه العادات بصورة اعتيادية أثناء الزيارات العيدية، والتي تهدف إلى تعزيز الألفة وتقوية الروابط الاجتماعية رغم ما تمر به البلاد من عدوان قاسم وحصار جائر، وهذا يدل على صمود الشعب اليمني في مواجهة كافة التحديات. العدوان الجائر على بلادنا لم تنقطع العادات والتقاليد التي نقوم بها بالزيارات الى العزل والقرى. الرساله بالتقاليد ان احنا ماشيين صامدين متحدين متالفين. احفاد سبأ وحمير يمارسون عاداتهم وتقاليدهم متجاوزين كل الصعوبات التي سببها العدوان السعودي الامريكي، معلنين وقوفهم الى جانب الجيش واللجان الشعبيه للتصدي للعدوان السعودي الامريكي بحيلتهم لقناه اليمن من اليمن محافظه المحويه.